يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هو مؤلف كتاب الحيدة؟ وهل تنصحون بقراءته للطالب المؤلف؟ الحيدة مناظرة، مناظرة عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي بحضرة المأمون العباسي، هذا هو كتاب الحيدة، مناظرة بين عبد العزيز الكناني المكي وبشر المريسي العنيد خبير حضرة المأمون، وقد نصره الله عليه ودحره على يد الإمام عبد العزيز الكناني. نعم، وهو كتاب جيد مفيد. نعم. يقول وهل تنصحون بقراءته للطالب المبتدئ؟ نعم ننصح بقراءته لأنه مفيد جدا. نعم.